السلام عليكم. اليوم نبقى في مدينة الجزائر العاصمة لنعرفكم على واحد من أعرق وأشهر الفنادق في الجزائر، وهو فندق الجزائر اللي عرف عدة يعني توسيعات وعدة عمليات نتاع تجديد. كان استضاف عدة شخصيات عالمية منهم تشي غيفارا وعدة فنانين جزائريين وأمريكيين إذن وفرنسيين، عدة شخصيات عالمية كانت لديها أيام في هذا الفندق الرائع اللي كما أصبح جزء من التراث الوطني، حيث أنه يحتوي على عدة نماذج من الهندسة المعمارية الجزائرية اللي الآن راهي عرفت أوج نتاع التطور نتاعها في العاصمة. خاصة أترككم تتابعون هذا الفيديو حول فندق الجزائر اللي كان يسمى فيما مضى فندق سان جورج أثناء الفترة الاستعمارية، واللي نعاود نأكد أن الفندق هذا يعود إلى الفترة نتاع المبايعة العثمانية، يعني نهار كانت الدولة الجزائرية جزء من الأمبراطورية أو العثمانية اللي كانت آنذاك في أوج التطور نتاعها والحضارة ديالها. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يدخل في هذا الإطار العام نتاع الحضارة الإسلامية بصفة عامة، واللي سوف نلاحظ بعض النماذج من هذا الأرث المعماري الكبير. إذن في هذا الفيديو نخليكم تتابعوا إذن فيديو حول فندق الجزائر بالجزائر العاصمة، والسلام عليكم. فندق الجزائر سان جورج سابقا هو واحد من أجمل الفنادق في الجزائر، وهذا نظرا للقيمة التاريخية والهندسة المعمارية ديالو، واللي هي عبارة عن مزيج بين العمارة العربية والعثمانية. فندق الجزائر تم تنصيفه ضمن التراث الوطني من قبل وزارة الثقافة، والثاني ضمن التراث الإنساني المشترك من قبل منظمة اليونسكو. هو عبارة عن قصر اللي تاريخ ديالو يعود لسنة 1514، واللي كان مدرسة داخلية للبنات. وعلاش سان جورج؟ في 1889 تحول إلى مقر للبعثة البريطانية للورد سان جورج، واللي كان يستقبل فيه الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية والطبقة البرجوازية الفرنسية. وفي عام 1927 تحول إلى فندق، وهذا بالأمر من السفير البريطاني. خلال الحرب العالمية الثانية تعرض الفندق إلى تلف كبير، ولكن تم ترميمه ونعاود حل أبوابه، وهذا في 1948، واحتفظ بالاسم سان جورج، وهذا حتى لسنة 1982 من تبدل الاسم وسماوه فندق الجزائر. والتوسع ديالو بدا في 1974، وهذا تحت إشراف المهندس المعماري فيرمون بويون اللي صمم الجزء الثالث منه واللي يضم المسبح. فندق الجزائر يحتوي على 287 غرفة و27 سويت، واللي شهدت على مرور شخصيات عالمية. المئات من هذه الغرف تطل على لابيت الجي، والباقي منها تطل على لو جاردان بوتانيك اللي المساحة ديالو تقدر ب 7000 متر مربع، واللي فيه أكثر من 350 نوع من النباتات اللي جاية من كل أنحاء العالم. بلا ما ننسى قاعة المحاضرات والحفلات المتواجدة فيه، واللي الديكور ديالها هو عبارة عن مزيج رائع بين الهندسة العربية والعثمانية. هذه القاعات اللي تحمل أسامي جزائرية مثل قاعة البهجة، السفراء، الجنينة، الجزيرة والرئيس، هذه الأخيرة اللي كان يستقبل فيها داعي الجزائر الضياف ديالو. في أروقة الفندق نصيبوا عدة لوحات فنية وصور اللي تشهد على مرور شخصيات عالمية سياسية ثقافية وغيرها من الشخصيات، وهذا على مر الزمان. واللي نذكروا منها لو بارون روتشيلد، لو روا دو غريس، سيمون دو بوفوار، إيديث بياف، لو جينيرال ايزنهاورز، جي غيفارا وغيرها من الشخصيات.
يطعم الفندق يديك في جولة من خلال فن الطبخ الجزائري التقليدي وفن الطبخ الفرنسي لغاستروميه الفرنسيه. وبلا ما ننساو لباغود دجاج واللي هو مطعم اللي من خلاله نسافروا ونكتشفوا فن الطبخ الصيني. الفندق فيه مصباح بالهواء الطلق واللي يتغطى في الشتاء، وتهنئة سبا اللي تكون من معدات حديثة.